أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قول المصنف رحمه الله إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم يدل على أن الحكم بالكفر في المظاهرة للمشركين متوقف على موافقتهم على دينهم، حيث لو ظاهرهم وعاونهم لأجل الدنيا ولم يظهر الموافقة أنه لا يكفر؟ هذا ذكره فيما سبق، أنه إذا أظهر الموافقة لهم طمعا في الدنيا أنه يكفر. هذه من صور الردة أيضا، إذا كان قصد طمع الدنيا وأظهر الموافقة لهم من غير إكراه ومن غير مداراة لشرهم، وإنما يريد طمع الدنيا، فإنه قد باع الدين بالدنيا، يرتد. نعم.